بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. النهارده هنبدا الريسبيراتوري سيستم. الريسبيراتوري سيستم بنقسمه لجزئيتين، الجزئيه الاولانيه بنسميها كوندكتنج بورشن، والجزئيه الثانيه بنسميها الريسبيراتوري بورشن. هناخد مع بعض النهارده الكوندكتنج بورشن، هنتكلم فيه عن النيزل كافيتي والتراكيا والبرونكاي ومعاها البرونكيولز او بنسميها البرونكيال تري. قبل ما نتكلم عن الكوندكتنج بورشن بنحب نقول اربع تعريفات. التعريف الاولاني هو البريدنج او الفنتيليشن، وده في الفسيولوجي وليه اختبارات كتيره بنعرف الفنتيليشن بيه. الحاجه الثانيه هي الريسبيريشن، والريسبيريشن مختلف عن البريدنج. الريسبيريشن في منه الاكسترنال ريسبيريشن والانترنال ريسبيريشن. الاكسترنال ريسبيريشن ده اللي بيحصل الاكسشينج اوف جاز اللي بيحصل في اللنجز، الانترنال ريسبيريشن ده الاكسشينج اوف جاز اللي بيحصل في التيشوز. يبقى انا عندي اكسترنال ريسبيريشن وعندي انترنال ريسبيريشن، ما بين الاثنين فيه الجاز ترانسبورت. يبقى انا عندي فور فيسيولوجيكال بروسيسز: فنتيليشن، اكسترنال ريسبيريشن، ترانسبورت اند انترنال ريسبيريشن. ايه الفانكشن بتاعت الكوندكتنج بورشن؟ رقم واحد بيعمل لي كوندكشن، علشان كده بحافظ طول الوقت على الكوندكتنج بورشن بيتنت، سواء باستخدام الكارتريج او باستخدام البون او باستخدام الفايبرس كونكتيف تيشو. رقم اتنين، بعد ما عمل لي كوندكشن بيعمل لي كونديشننج، يعني ظبطت درجة الحرارة زي جهاز تكييف بالظبط. لو كانت عالية هيقللها، لو كانت قليلة هيعليها، لكن في الاخر يظبط درجة الحرارة علشان تبقى ماشية مع درجة حرارة الجسم. رقم تلاتة بيظبط الهيوميديتي. رقم اربعة بيعمل فلتريشن. طبعا فلتريشن سواء كنا نستخدم الهير اللي موجود في النوز او بنستخدم الميوكاس ممبرين او بنستخدم السيليا، كل ده بيعمل لي فلتريشن. اللي يعدي من الفلترز دي بيلاقي جهاز المناعة موجود تحت لاب التحت في الميوكاس ممبرين، بسميه لمفويد فولكل او لمفاتيك تيشوز، اللي بعد كده هناخده بالتفصيل. طيب يبقى انا هتكلم ايه عن ايه النهارده؟ هتكلم عن النيزل كافيتي والتراكية والبرونكيال تري. هتكلم عليهم من ناحية ايه؟ من ناحية الابيثيليا ومن ناحية الجلانس ومن ناحية السبورت. يبقى انا عندي 3 لوكيشنز هتكلم فيهم عن 3 ايتمز. النيزل كافيتي، لو اخدنا النيزل كافيتي كده بالتفصيل هلاقي فيه جزئيتين. الجزء الاولاني اللي انا شايفها دي بسميها الفيستيبيول. الجزئيه اللي جوه دي اللي انا مش شايفها دي بسميها النيزل فوس. يبقى الفيستيبيول لو بتكلم عنه كلمه واحده بس، ان هو كفرد باي سين سكين. يعني ايه سين سكين؟ يعني سبيشس جلاند، يعني سويت جلاند، يعني هير فوليكل. طبعا الهير انا محتاجه هنا زي ما انا محتاج السويت والسبيشس جلاند علشان يعمل لي يساعدني في عمليه الفلتريشن. الابيثيليوم بتاعي نوعه او، خلاص احنا قلنا ان هو كيراتينايز ستراتيفاس كوماس ابيثيليوم. اللامينا بروبريا موجود فيها جلاندز، موجود فيها سيرو ميوكاس جلاندز، وموجود فيها ليمفويد تيشوز. النيزل فوسة، النيزل فوسة ده الجزء اللي انا مش شايفه، بيتقسم لجزئيتين. ليه؟ لان موجود فيه رفوف بسميها كونكي. عندي كام نوع من الكونكي؟ عندي ثلاثة، في سوبيريور وميدل وانفيريور. السوبيريور دي بتاعت الاولفاكشن، والميدل والانفيريور دول بتاعت اللي في سكه الريسبيريشن. يبقى السوبيريور كفرد باي اولفاكتوري ابيثيليوم، الميدل والانفيريور كفرد باي ريسبيراتوري ابيثيليوم. علشان كده بنقسم النيزل فوسة لجزئيتين: ريسبيراتوري اريا والفاكتوري اريا. الريسبيراتوري اريا قلنا ان هي كفرد باي ريسبيراتوري ابيثيليوم. اللامينا بروبرا بتاعتنا عباره عن كونكتيف تيشو. طيب الاولفاكتوري اريا دي كفرد باي اولفاكتوري ابيثيليوم، وهنا هنقف عند اول نقطه مهمه هنتكلم عليها اللي هي الاولفاكتوري ابيثيليوم. ايه هو الاولفاكتوري ابيثيليوم؟ ده عباره عن موديفايد سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم. مع جوبلت سيل؟ لا، مفيش جوبلت سيل. يبقى هو عباره عن ايه؟ سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم سيلييتد. هو فيه سيليا بس ما بوصفوش ان هو سيلييتد. فيه كام نوع من الخلايا؟ فيه ثلاث انواع من الخلايا. الاولانيه بسميها اولفاكتوري سيل، والثانيه سستنتيكولار سيل، والثالثه بيزل سيل. اول حاجه هنشوفها مع بعض هي النيرف سيل. النيرف سيل بتاعتنا باي بولار سيل. يعني ايه باي بولار سيل؟ يعني ناحيه طالع منها اكسون والثانيه نازل منها دندرايت. هذه الدندرايتس بتنتهي بحاجه اسمها اولفاكتوري فيزيكل. الفاكتوري فيزيكلز بيطلع منها مجموعه من السيليا، بس بتبقى نون موتايل سيليا، علشان كده ما لهاش بربندكولار على السيرفيس بتاع الخليه، لكن بارلل لل بتمشي هوريزونتال بارلل للسيرفيس بتاع التشو. يبقى اذا انا عندي اكسون وعندي دندرايت. الدندرايت بينتهي بحاجه اسمها الفاكتروسيليا. طبعا دي الخليه دي على بعضها كده هتشتغل كريسبتور. هذا الريسبتور بيستقبل ما يزيد عن مليار
ريحه، بيعمل ديسكريميشن لحوالي مليار ريحه. يبقى دي مجموعه من السيلز، سميتها انا سميتها نيرف سيل، باي بولر نيرف سيل او اولفاكتوري سيلز. هذه الاولفاكتوري سيلز محتاجه سبورت، اعمل لها سبورت بكونكتيف تيشو. حد سامع ان في نيرف سيل بيحصل لها سبورت بكونكتيف تيشو؟ لا طبعا. عشان كده هعمل لها سبورت بخلايا اسميها سبورتيف سيل او سستنتيكولار سيل. هذه السستنتيكولار سيل بيطلع لها مايكروفيلا عشان تعمل ابسوربشن لاي فلويدز موجوده في المكان. كمان موجود ايه؟ موجود ستيم سيل. ستيم سيل دي بتعمل ريبليسمنت، ريبليسمنت للسبورتيف سيل ولا للنيرف سيل ولا للاثنين؟ الحقيقه هي بتعمل ريبليسمنت للاثنين، لان الاولفاكشن بيبقى دايما اسوشيتد مع توكسينز، يعني مواد توكسيك، يعني ممكن تعمل ديستراكشن للنيرف سيل. لو انا اتعرضت لحاجه عامله انهيلنت بيعمل ديستراكشن، يبقى معنى كده ان بعد شويه مش هشم. لكن ده ما بيحصلش ليه؟ علشان البيزل سيل دي ستيم سيل للاثنين، للسستنتيكولار سيل وللنيرف سيل. هتقول لي يا دكتور طب ما انت من اول ما شرحت الهيستولوجي، من اول الانترودكشن وانت عمال تقول لنا النيرف سيل ملهاش ستيم سيل. ده الاكسبشن الوحيد اللي قابلنا في حياتنا تقريبا، يعني اللي فيه ريبليسمنت بستيم سيل. تحت هذا الابيثيليوم موجود لامينا بروبري او كونكتيف تيشو. هذا الكونكتيف تيشو موجود في جلاند اسمها بومانز جلاند، ودي عباره عن سيرس جلاند. يعني ايه سيرس جلاند؟ يعني بتفرز فلويد. هذا الفلويد ريتش ان بروتين. اما يكون الفلويد ريتش ان بروتين بيبقى شبه السيرم، فبنسميه سيرس سكريشن. يبقى البومانز جلاند بتفرز سيرس سكريشن. طب انا محتاج السكريشنز هنا في ايه علشان ادوب فيها المواد اللي انا محتاج اشمها؟ يبقى مره ثانيه بتكلم عن الاولفاكتوري ابيثيليوم. قلنا ان هو السيرو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم عباره عن اولفاكتوري سيل، سستنتيكولار سيل، وبيزل سيل. الصور قدامنا واضحه جدا ومش محتاجه حتى ان احنا نتكلم عليه. الاولفاكتوري سيل اتكلمنا عن الدندرايت، واتكلمنا عن الاكسونز، اتكلمنا عن السستنتيكولار سيل. السستنتيكولار سيل او السبورتنج سيل او السبورتيف سيل اللي بتعمل سبورت نارشمنت، وبعدين بتعمل انسيوليشن للسنسوري سيلز. البيزل سيل قلنا ان دي عباره عن اكزامبل للريجينريشن اوف نيرف سيل بالستيم سيل. اللامينا بروبريا موجود فيها البومانز جلانس، واتكلمنا عن البومانز جلانس وعرفنا ان هي بتفرز سيرس فلويد مهم في عمليه الاولفاكت. شايف السيليا؟ السيليا طلع بعد ما طلعت فوق مشيت في هوريزونتال، ما مشيتش، مش بيربندكولار على السيرفيس. لكن دي البومانز جلانز اللي موجوده في الكونكتيف تيشو، ودي الدكت بتاعتها عشان توصل السكريشن اللي فوق هنا، تدوب لي المواد، يحصل اكزيتيشن للريسبتورز دي، ابدا احس بالايه؟ بالالوان. ده لو شفتها باللايت مايكروسكوب. طبعا الاكسونز هتتجمع مع بعضها وتعدي من خلال سيمويد بون، وبعدين توصل علشان توصل الاولفاكتوري بالب، وبعدين يبدا السكند اوردر نيرون، ونكمل مع النيورو اناتومي والنيورو فيسيولوجي. طب ايه النيزل فيستيبيول؟ عرفناه، النيزل فيستيبيول السبورت، نراجع مع بعض. السبورت بتاعه هايلاين كارتريج. الجلانز موجود سبيشيس جلاند وسويت جلاند، انا بتكلم عن الفيستيبيول وسبيشيس جلاند. الابيثيليوم بتاعنا كيراتينايز ستراتيفايز كومس بيسيلي. السيلز اللي موجوده في ايبيديرمال سيل زيها زي السكن. طيب لما نتكلم عن النيزل كافيتي اللي هو سواء ريسبيراتوري او الفاكتوري، الريسبيراتوري ده فيه هايلاين كارتريج وبون. الجلانز سيرو ميوكس جلاند. الابيثيليوم بتاعنا ريسبيراتوري ابيثيليوم. يعني ايه ريسبيراتوري ابيثيليوم؟ هناخده بالتفصيل. طيب الاولفاكتوري اريا دي السبورت بتاعها بون، موجود فيها جلاند اسمها ايه؟ اسمها بومنز جلاند. طبيعتها ايه؟ طبيعتها سيرس جلاند. الابيثيليوم بتاعنا ايه؟ اولفاكتوري ابيثيليوم. السيلز اللي موجوده ثلاث انواع، اولفاكتوري سستنتيكولار وبيزل. النيزوفارينكس ما اتكلمناش عنه، ما عشان هنتكلم عنه لكن هنطلعه من هنا. السبورت بتاعه سكليتال ماسل، يعني الباك جراوند بتاعه سكليتال ماسل. الجلانس اللي موجود فيه سيرو ميوكس جلانس. النوع الابيثيليوم ايه؟ ريسبيراتوري ابيثيليوم. خلاص. اللارنكس، اللارنكس فيها هايلاين كارتريج وفيها الاستيك كارت اللي مخليها بيتنت طول الوقت. موجود فيها جلانس، ايوه موجود فيها ميوكس جلاند، وموجود فيها سيرو ميوكس جلاند. طب الابيثيليوم اللي فيها يا اما ريسبيراتوري يا اما ستراتيفايد، الاثنين موجودين في اللارنكس. السيلز اللي موجوده ايه؟ طبعا السيلز بتاعت الريسبيراتوري ابيثيليوم. عندي حاجة اسمها البارانيزل ساينس، هنقراها مع بعض، لكن هي في الآخر عبارة عن بون فاتح جوه النيزل كافيتي، وبعدين متبطن بميوكس ممبرين. ميوكس ممبرين عبارة عن سبيراتوري ابيثيليوم وتحتيه اللامنا بروبي، الاثنين مع بعض كده بسميهم ميوكس ممبرين. طبعا ده اللي بيعمل لنا الساينسايتس ويجيب لنا الصداع. النيزوفارينكس اتكلمنا عليه خلاص، اللارينكس اتكلمنا عليها خلاص. بقينا ايه؟ احنا كده اتكلمنا عن النيزل كافيتي ووصلنا لحد التراكي. احنا اتفقنا ان احنا نتكلم عن ثلاث نقط.
التراكيه، هنتكلم فيها عن التراكيه. التراكيه طبعا عباره عن انبوبه، هذه الانبوبه ريليتد للاسوفجس، عشان هي ريليتد للاسوفجس هنبص كده هنلاقي الانبوبه اللي اسمها التراكيه دي واخده الاسوفجس في حضنها. فلو كان دي دايره كامله، دي دايره مش كامله. مين اللي بيعمل الدايره اللي مش كامله دي؟ الكارتريج ده. الكارتريج ده عباره عن ايه؟ عباره عن رينجز من الهايلاين كارتريج، حوالي 20 رينج من الهايلاين كارتريج، لفه كده ونازله نازله تحت بعضها في التراكيه. دي فايدتها ايه؟ كيب اليومن بيتنت طول الوقت، طول الوقت التراكيه بتاعتي مفتوحه. انكمبليت، اهي انكمبليت ليه؟ بوستيريورلي، بوستيريورلي هلاقي فيه التراكيالس ماسل ومعاها كونكتيف تشو قافلين من هنا. يبقى ليه قافلين من هنا؟ ليه ما كملتش كارتريج هنا؟ كنت هخنق الاسوفجس، علشان كده احافظ على الاسوفجس ده دايره طول الوقت، اديله المساحه هنا ان هو يتحرك او يفتح هو كمان، يبقى اثناء السوالونج ما بقى فيش ريسبيريشن فيقوم فاتح فيه، مزود المساحه بتاعته في التراكي. يبقى انكمبليت بوستيريورلي، وبيتقفل بايه؟ بيتقفل بسموث ماسل معاها فايبرو الاستيك كونكتيف تيشو. لكن هيستولوجيكالي، وده كلام مهم، التراكيه بتتكون من زي اي هولو اورجان، قلنا احنا متفقين الهولو اورجان بيتكون من ميكوزا سب ميكوزا ماسكولوزا اند ادفنتيشي. التراكيه هنا بتتكون من ميكوزا سب ميكوزا، بدل الماسكولوزا بحط الكارتريج بسميها فايبرو كارتليجنس لير، وبعدين الادفنتيشي. الميكوزا بتكلم فيها عن حاجتين احنا متفقين، الايبيثيليوم واللامينا بروبري. الابيثيليوم بتاعي ريسبيراتوري ابيثيليوم، هنتكلم عنه بالتفصيل. اللامينا بروبري عباره عن كونكتيف تيشو ريتش ان بلاد فيزلز اند ليمفاتكس، موجود فيها جلانس، موجود فيها جلانس، سيروس جلانس وميوكس جلانس. يعني ايه سيروس جلانس؟ يعني جلانس بتفرز سيروس فلويد. يعني ايه سيروس فلويد؟ قلنا سيروس فلويد يعني ريتش ان بروتين. ميوكس جلانس، يعني ايه ميوكس جلانس؟ يعني بتفرز ميوكس. يعني ايه ميوكس؟ يعني جلايكوبروتين. موجود فيها الاستيك لامينا، وده عباره عن الاستيك فايبرز، والالاستيك فايبرز اللي موجوده في اللامينا بروبريا بتبقى كونتينوس مع اللي موجوده في الساب ميكوزا. الساب ميكوزا هو كمان موجود فيه جلانس، لان انا محتاج هنا الميوكس سكريشن والسيروس سكريشن بطريقه كبيره جدا. ليه؟ لان ده هيعمل لي بروتكشن، مش احنا بنتكلم عن كونداكتنج بورشن. عشان كده عندي ميوكس جلانس مره تانية موجوده في الساب ميكوزا ومعاها السيرو ميوكس جلانس. لو ابص كده في الساب ميكوزا دي اللامينا بروبري، لكن اللي واضح قوي هو الساب ميكوزا، الجلانس اللي موجوده في الساب ميكوزا دي ميوكس جلانس، ودي السيرس، دي السيرس جلاند اللي هي السيدو اللي هي غامقه دي، واللي فاتحه دي اللي هي الميوكس جلانس. ما كمان الاقي موجود لينفاتيك فوليكلز، اهي دي الليمفاتيك فوليكلز اللي هتساعدني في الايمونولوجيكال ريسبونس. الكارتريج قلنا عليه ان هو هايلاين كارتريج موجود في صوره رينجز. الادفنتيشيا دي عباره عن لير من الكونكتيف تيشو بتعمل ادهيجن للتراكيه. ريسبيراتوري ابسيليا، يعني ايه ريسبيراتوري ابسيليا؟ يعني سلو ستراتيفايد كولامنر سيليت ابسيليا ويز جوبلت سيل، وده اشهر كلمه هتسمعها في الهيستولوجي ان لم يكن في رحلتك العلميه كلها. السلو ستراتيفايد كولامنر سيليت ابسيليا متهيألك ان هو بيتكون من نوعين من الخليه، اللي هي السيلز اللي هي الخلايا الطويله والخلايا القصيره ومعاها الجوبلت سيل، ثلاث انواع من الخلايا. صحيح، اللي هي السيليتد كولامنر سيل والجوبلت سيل والبيزل سيل، دول بيمثلوا 90% من الريسبيراتوري ابسيليا. لكن في 10% من السيلز انا ما بشوفهاش باللايت مايكروسكوب، اللي هي ايه؟ اللي هي البراش سيلز والسيرس سيل والنيورو اندوكراين سيل. يبقى انا عندي كولامنر سيليتد سيل، وعندي جوبلت سيل وبيزل سيل وبراش سيل والسيرس سيل والنيورو اندوكراين سيل. واضح ان اللي فوق بيمثلوا 90% واللي تحت بيمثلوا 9% وال1% على الله العواطف. يبقى اذا لو برسم الابيثيليوم الريسبيراتوري ابيثيليوم، اول حاجه هرسمها هي البيزمنت تمبرين اللي هبدا ارص عليها السيلز دي، او اكتر خليه هتقابلني هي الكولامنر سيليتد سيل. طبعا واضح ان هي كولامنر وبيزل اوفر نيوكلياي وطالع منها سيليا. رقم اتنين هتقابلني هي الجوبلت سيل اللي مليانه ميوسين، هذا الميوسين بيدوب اثناء تحضير الشريحه وبالتالي دي بيديني بيه الاريا بالشكل ده. رقم ثلاثة هتقابلني هي البيزل سيل، الثلاثه مع بعض بيمثلوا 90% من الخلايا. طبعا اللي قلنا الفانكشن بتاع الدي اي سهله جدا، وجود السيليا. الفانكشن بتاع الدي اي سكريشن للميوكس، الفانكشن بتاع الدي اي الستيم سيل بتاعه كل الخلايا. ال 10% عباره عن ثلاث انواع من السيل. الخلايا الاولانيه بسميها براش سيل، سيف طالع منها مايكروفيلاي ازاي؟ عشان كده بنشبهها بالمقشه او بالفرشه. برضه هي كمان كولامنر سيل بس اقصر شويه، وليها كمان بيزل اوفال نيوكليس زي ما انت شايف، هي شويه كتير بيزوفيليك. لكن السمول جرانيول سيل او الدينس سيل اللي هي ديفيوز نيورو اندوكراين سيستم، يعني واحده من الديفيوز نيورو اندوكراين سيستم،
احنا كده اتكلمنا في الهيستولوجي عن تو سيستم. السيستم الاولاني كان ام ام اي، كان المونو نيوكليير فاجوسيتيك سيستم اللي هو الام بي اس. ده سيستم تاني، منظمه تانيه دوليه منتشره في كل التيشوز بتاعتي او في كل الاورجنز بتاعتي او في كل السيستمز بتاعتي. عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا بتقوم بتو فانكشنز، فنسميها ديفيوز يعني منتشره، نيورو اندوكراين، يبقى هي ليها نيورولوجيكال فانكشن واندوكراينال فانكشن. علشان كده انا ممكن الاقي هنا نيرف اندنج تحت الخليه دي والاثنين مع بعض يشتغلوا كما لو كانوا ريسبتور. ده بيساعد في عمليه الفنتيليشن وكلام يعني اندر انفستيجيشنز، يعني ما زال الكلام فيه اخذ ورد فيه. اخر حاجه السيراسيل، هذه السيراسيل يبقى ريسبيراتوري ايبسيليوم اللي هو السيرو ستراتيفايد كولامنر سيليتد ايبسيليوم 90% منه عباره عن ثلاث انواع من الخلايا دي. الكولامنر سيليتد سيل اهي الكولامنر سيليتد سيل، خلاص مش هنتكلم عليها كتير. الجوبلت سيل، الجوبلت سيل خلاص قلنا ان الجوبلت سيل الابيكال بارت بتاعتنا بتبقى اكستندد مليانه ميوسينوجين او ميوكس. السيلندريكال بارت اللي هو الجزء اللي تحت بيبقى موجود فيه السيل اورجانيلز اللي هي النيوكليوس والار اي ار والجولجي اباريتس والميتوكوندريا. بتفرز ايه؟ بتفرز ميوسينوجين. هذا الميوسينوجين بيقابل الميه ويحصل له هيدريشن ويتحول الى ميوسين اللي هو الميوكس. يعني السيليا بتاعت الكولامنر سيل هي اللي بتطلع الميوكس ده بعد ما يبقى عليه الداست بارتكلز او المايكرو اورجانيزمز. البيزل سيل دي شورت سيل ريست على البيزمنت تمبرين زي ما احنا شايفين، وبتبقى بيزوفيليك وتعتبر ستيم سيل لكل الاذر تايبز اوف سيلز. البراش سيل، البراش سيل دي عباره عن كولامنر سيل. فين البراش سيل دي؟ البراش سيل عباره عن كولامنر سيل طالع منها مايكروفيلاي زي ما قلنا قبل كده. البيزل سيرفيس اوف سيل ان كونتاكت مع افرنت نيرف اندنج، يعني الاقي فيه هنا افرنت نيرف اندنج، عشان كده بتشتغل كريسبتور. البعض بيعتقد ان هي بتشتغل كريسبتور، وده المرجع بتاعنا اللي احنا معتمدين عليه في الكلام ده. السمول جرانيول سيل او الدنس سيل ديفيوز نيورو اندوكراين سيستم سيلز، السيلز بتاعت الديفيوز نيورو اندوكراين سيستم، هذه الخلايا بتعتبر اي بي يو دي سيل. يعني اي بي يو دي سيل؟ يعني امينو اسيد بريكرسر ابتيك اند ديكاربوكسيليشن، وبالتالي بتفرز فاكتور لايك هرمون كما لو كانت اندوكراين سيل. لو نبص على الدنس سيل كده في المرجع بتاعنا اللي هو جارتنر، الاقي بيتكلم على ان ليها باراكراين اكشن. يعني ايه باراكراين اكشن؟ يعني الفاكتورز اللي انا بقول لكم عليها دي اللي بتعمل لها اللي هي بتاخد الامينو اسيد وتعمله ديكاربوكسيليشن وتحوله الى هرمون لايك سبستنس بتنشره في الخلايا اللي حواليها فتساعدني في عمليه الفنتيليشن، او ربما ليها اندوكراينال اكشن. يعني ايه اندوكراينال اكشن؟ يعني بتطلع السكريشن بتاعتها للسيركيوليشن علشان توصل للسي ان اس وتاثر على الريسبيراتوري سنتر في المظله اوبلونجيت. دي عباره عن كولامنر سيلز عليها مايكروفيلاي وربما بتعمل سكريشن لماده اقل فيسكوستي من الايه الميوكس. البرونكيال تري، البرونكيال تري لو بنشوفها حسب الكاليبر according للكاليبر الاقي التراكيه اكبر حاجه، بتتقسم الى تو برايمري برونكاي اللي بتتقسم الى سكندري برونكاي، الرايت بيختلف عن الليفت، وبعدين سيجمنتال برونكاي تنتهي ببرونكيولز، واخر حاجه تيرمينال برونكيولز، وبكده يبقى انا خلصنا الكوندكتنج بورشن. لو انا بقسمها حسب النمبر الاقي التراكيه دي تراكيه واحده بس، تبقى 2 برايمري برونكاي، يبقى 7 سكندري برونكاي. سيجمنتال برونكاي يزيد تزيد عدد البرونكيولز وبالتالي هتزيد عدد التيرمينال برونكيولز. دي البرونكيال تري. انا يهمني في البرونكيال تري ان انا افرق ما بين البرونكس وما بين البرونكيول، حاجتين اتنين اللي يهموني الفرق ما بين البرونكس وما بين البرونكيول. في البرونكس السبورت بتاعي بيبقى الريجولار بليتس اوف كارتريج، البرونكيول عمر ما كان فيها كارتريج، نو كارتريج. امال ايه اللي بيخليها بيتنت؟ السموث ماسل. الجلانز موجود في البرونكاي، جلانز سيرو ميوكاس جلانز، مفيش جلانز خالص في البرونكيولز. الابيثيليوم ريسبيراتوري ابيثيليوم زيه زي التراكيه، لكن في البرايمري برونكيولز الابيثيليوم بتاعه بيبقى سيمبل كولامنر او سيمبل كوبويدال. السيلز تايب هنا السكندري او الانترا بالمونري برونكاي، السيلز اللي موجود فيها اللي هم السكس تايبز اوف سيلز اللي لسه حكي لكم عليهم من شويه، لكن هنا موجود ايه؟ موجود هنا سيليتد سيلز سواء كانت كولامنر او كوبويدال، وموجود معاها الكلارا سيل او الكلاب سيل، احيانا يبقى موجود جوبلت سيل لو كنت لسه بادئ البرونك. ده الكلام اللي احنا لخصناه هنقوله بالتفصيل بس مش هنعيده تاني.
لكن يهمني قوي قوي ان انا ابقى حافظ ان في البرونكيورز ما فيش الاستيك فايبر، ما فيش كارتريج، ما فيش جلانس، ما فيش جوبلت سيل، بس الجوبلت سيل بتبقى اوكيجنالي موجود فين؟ في البرونكيورز. الكلارا سيل، ايه الكلارا سيل اللي دخلت علينا جديد دي؟ الكلارا سيل دي واحده من الكولامنر سيلز، بتبقى سيليتد، لا نون سيليتد سيل، موجود فيها ممكن يبقى فيها عليها سيليا قليله او مايكروفيلاي قليله كفرد باي مايكروفيلاي. موجوده فين؟ موجوده في التيرمينال برونكيولز، موجوده في الريسبيراتوري برونكيولز. ده البديل الشرعي للجوبلت سيل، بتفرز ماده شبه السيرفاكتنت كمان، يعني هي بتفرز ماده شبه الميوكس وبتفرز ماده شبه السيرفاكت، عشان كده الفانكشن بتاعتها رقم واحد برودكشن اوف سيرفاكتنت لايك 7، رقم اثنين ديتوكسيفيكيشن اوف انهيلد زينوبيوتيك كومباوند بي الانزيمز. اللي موجوده فين؟ اللي موجوده على الاس سي ار بتاعي. سكريشن اوف انتي مايكروبيال بيبتايدز، يعني بتطلع انتي بايوتكس. هي مين؟ هي الكلارا سيلز، وبعدين بتشتغل كستيم سيل اللي ممكن تعمل ريجينريشن للبرونكيولر ايبيثيليوم. تيجي نلخص المحاضره في كلمتين او في جدولين. الجدول الاولاني احنا قلناها قبل كده، بنفرق فيه ما بين النيزل فيستيبيول والنيزل كافيتي اللي هو الريسبيراتوري الفاكتوري والنيزوفانكس واللارنكس، ده اللي هو الجزء اللي فوق قبل التراكيه. من ناحيه ايه؟ من ناحيه السبورت بتاعنا ايه؟ الجلاندز ايه؟ الابيثيليوم ايه؟ السيل تايبس ايه؟ لكن التراكيه، التراكيه ومعاها البرايمري برونكايل الاكسترا بالموناري والسكندري برونكايل انترا بالموناري والبرايمر برونكيولز والتيرمينال برونكيولز، دول اربع ايتمز عندي. بفرق بينهم بعض من ناحيه السبورت والجلانس والابيثيليوم والسيل تايب. نتكلم عن الابيثيليوم. الابيثيليوم بيبدا بالريسبيراتوري ابيثيليوم في التراكيه وينتهي بسيمبل كوبويدال نون سيليتد فين؟ في التيرمينال برونكيولز. الجوبلت سيل بتبقى كتير قوي في التراكيه وتبدا تختفي فين؟ في البرونكيولز. السيليا بتكون كتير قوي في التراكيه وتختفي فين؟ في التيرمينال برونكيولز. مين بيختفي قبل التاني؟ الجوبلت سيل ولا السيليا؟ لا، الجوبلت سيل اختفت الاول. ليه؟ علشان لو طلع ميوكس من الجوبلت سيل الاقي فيه وراه سيليا بتحركهولي لبره. طب لو كان العكس؟ العكس لو حصل الواحد هيغرق في الميوكس بتاعه. الكلارا سيل مش موجود غير في البرونكيولز والتيرمينال برونكيولز. الليمفاتيك نيديولز، الليمفاتيك نيديولز طبعا بتبقى موجوده كتير قوي في التراكيه، بتبدا تقل معايا ما هياش موجوده في البرونكيولز. الكارتليج كتير خالص في التراكيه ما هواش موجود في البرونكيولز. الميوكاس جلانس ومعاها السيرس جلانس موجوده في التراكيه بصوره كبيره ما هياش موجوده في البرونكيولز، يعني بتقل معايا زيها زي الساب موكوزا والماسكولوزا. بالعكس المصل اكتر موجوده فين؟ في البرونكيولز، علشان كده البرونكيال ازمه بيبقى الايتم بتاعنا فيها هو البرونكيول. الرسمه دي من روست بتؤيد اللي احنا رسمناه قبل كده. الكلينيكال كوريليشن، الحقيقه الكلينيكال كوريليشن كتيره قوي خاصه في عصر الكورونا، لكن هنتكلم عن النيزل بليدنج. اتكلمنا عن السويل بوديز وقلنا ان هي بتقفل ناحيه وتفتح ناحيه اثناء الكومن كولد. السينوسايتس والكارتيجنر سيندروم. في عندي اللارنجايتس، واللارنجايتس دايما معاها دراي كوف او ويسبر او هورس ساوند. في حاجه اسمها سينجر نيديولز، الاقي الناس اللي بتغني او اللي يعني بيتحموا قوي في الغناء يبدا يتخلق عندهم نيديولز كده، بوليب يعني بسميه بوليب في الفوكال كوربس بتاعتهم، ودي بتعمل لهم مشكله. الكافنج نوعين، في دراي كاف وفي برودكتيف كاف. نوصل ام سي كيو. اكيد عرفنا الاجابه. في النهايه بقول لكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نتقابل في محاضره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.